إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي الأوفياء لقناة شوف تي في. تحية لجميع المشاهدين والمتتبعين الأوفياء اللي كشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري. أتمنى أنكم تكونوا على ما يرام. تحية لجميع المشاهدين سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذا مباشرة من مدينة العرائش مع البطيوي، شنو رأيكم في قرار الحكومة بخصوص تقنين إنتاج وتصدير القنب الهندي؟ عباسي وعليكم السلام، ملك تحياتي لك. مرابط مرحبا بك، وعليكم السلام. ملك القصير وعليكم السلام ومرحبا بك. تحية لجميع المشاهدين والمتتبعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري سواء من داخل أرض الوطن أو من خارج. نتمنى أن الجميع يكون على ما يرام، نتمنى وأكيد أن الجميع متتبعين الأوفياء يكون على ما يرام. إذا شنو رأيكم في قرار ديال الحكومة بخصوص تقنين وإنتاج وتصدير القنب الهندي؟ شنو رأيكم في قرار الحكومة بخصوص الكيف؟ سعيد تحياتي لك. مزيان كل شيء غادي يزرع الكيف ماشي غير الشمال، أكيد أن كل شيء غادي يزرع الكيف وفي إطار القانون، وأن يعني ما غاديش يبقاو كنزرعو وحنا مخبيين، ما غاديش يبقاو كنزرعو وحنا خايفين، ولكن غادي يكون في إطار تعاونيات. غادي ندخلو أكيد في التفاصيل ديال مصادقات المجلس الحكومي اللي صادق اليوم على قانون أو مشروع قانون رقم 1321، وغادي نديو نجيبو في التفاصيل ذلك، وغادي نهضرو على هذا المشروع. إذا كنحيو جميع المشاهدين كما قلنا. السلام عليكم من الحسيمة والأصل كتامة، مرحبا بك آية. وعليكم السلام عبد الإله، وعليكم السلام مرحبا بك عبد الواحد. السلام عليكم تحياتي لك من مدينة ناظور. من المدينة هذه؟ من مدينة ناظور، مرحبا بك. توجه الآن مدينة العرائش. عز الدين تحياتي لك. الحبيبات حبيبات ماما، وعليكم السلام. محمد البطيوي ماشي من وزان، ماشي من وزان، من مدينة العرائش. إذا تحية لجميع المشاهدين والمتتبعين الأوفياء في هذا البث المباشر والحصري. شنو رأيكم متتبعين الأوفياء في قرار الحكومة بخصوص تقنين وإنتاج وتصدير القنب الهندي اللي هو الكيف؟ شنو رأيكم في هذا القرار ديال الحكومة واللي صادقت اليوم على مشروع قانون رقم 1321 يتعلق باستعمال المشروع أو باستعمالات المشروعة للقنب الهندي؟ القنب الهندي غادي يولي كما قلنا بعد ما صادقت عليه الحكومة وصادق عليه موافقة البرلمان، غادي يولي كما قلنا مشروع أي واحد يمكن له يديره، ولكن في إطار القانون، في إطار البنود اللي صادقوا عليه الحكومة. إذا على حسب البلاغ اللي قراه اليوم أو اللي خرجته اليوم وزارة الداخلية عقب اجتماع المجلس الحكومي تصنيع ونقل وتسويق وكذلك وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتوجاته لنظام الترخيص. إذا كما سمعتوا فالقنب الهندي دخل نظام الترخيص، سواء كان في التصنيع ديالو يعني الناس اللي كزرعوه، في النقل ديالو الناس اللي كتنقلو من إلى، وكذلك التسويق ديالو يعني الناس اللي كتشريه، وتصدير غادي يكون تصدير ولما لا ان شاء الله غادي يكون تصدير خارج المملكه المغربيه، واستيراد كذلك القنب الهندي غادي نستورد غادي ندخلوا القنب الهندي. اولا غادي يكون خلق وكاله وطنيه يعهد لها بالتنسيق بين كافه القطاعات الحكوميه والمؤسسات العموميه والشركاء الوطنيين والدوليين من اجل تنميه سلسله فلاحيه وصناعيه تعني بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة وكذلك فتح المجال للمزارعين الانخراط في التعاونيات الفلاحية. هنا راكي أكدوا أن الناس الفلاحة خصهم يكونوا
تحت إطار أو داخلين أو عاملين تعاونيات فلاحية مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير. إذا كما قلنا متبعين الأوفياء راه في إطار القانون، وكذلك راه غادي يخلقوا تعاونيات، يعني الفلاح أو مجموعة الفلاحة غادي يديروا تعاونية باش أنهم يزرعوا الكيف، باش أنهم يصدروا الكيف، باش أنهم كذلك ومثال يستردوا أو النقل ديال القنب الهندي. نحاول نقراو جميع التعليقات ديال المشاهدين والمتتبعين الأوفياء اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر. طون 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 وداد، مساء الخير ومساء النور، تحياتي لك، مرحبا بك. انا كنغلى غير شفرة من الصوب يسرق الجو، لانه عندك غير يفيدو الاعلان تعطي الباري. السلام عليكم، السلام، مرحبا بك، وتحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا. اكيد كنحيي جميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر، سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه. نتمنى ان الجميع يكون على ما يرام متتبعينا الاوفياء. شنو رايكم متتبعين الاوفياء؟ واش نتوما مع قرار ديال الحكومه بخصوص تقنين انتاج وتصدير القنب الهندي؟ واش نتوما مع القرار ديال اللي خرج اصدراته الحكومه او لا ضده؟ وعطيونا الاراء ديالكم، ومكرهناش تعطيونا الراي ديالكم في هذا القرار الحكومي. واش قرار في محله؟ واش قرار صالح الفلاحه؟ واش قرار صالح الناس اللي كيخدموا او كيزرعوا في هذا، كما كنقول لك، يزرعوا الانواع النبته ديال الكيف او القنب الهندي كما كيسميوه. الكل كيعرف بان مجموعه ديال المناطق ديال الشمال، حتى اقليم تبع بطبيعة الحال اقليم مدينة العرائش من نواحي ديال جلد نيعروس، كذلك الناس ديال وزان كسامة، ولا ننسى كذلك الناس ديال الوفاء، حتى هما كزرعوا القنب الهندي. اذا شنو رأيكم متبعين الاوفياء؟ في قرار الحكومة بخصوص تقنين وانتاج وتصدير القنب الهندي، اذا داروه تم ثمن شحال غادي يكون؟ ما عرفناش الثمن بالنسبه لشحال غادي يكون. دابا الحشيش غادي يولي متاح للمواطنين، بطبيعه الحال الحشيش غادي يولي متاح للمواطنين. عبد الاله خليك في هاد الدواء وشفاء، لا حول ولا قوه الا بالله. دابا تفضل حتى يكون دواء في الحرام، تيكون دواء في الحرام. اذا تحيه لجميع المشاهدين والمتتبعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. شنو رأيكم متابعينا الأوفياء بعد ما صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 1321 يتعلق باستعمال مشروع ديال القنب الهندي؟ كريم قال بأن الحكومة بغات الشباب يبقى كيكمل حشيش وناسي. هذا القرار غير صالح للفلاحة، لأن الحكومة التي سوف تستفيد منه مثلا خير. إذا كما قلنا اليوم صدقت الحكومة أو المجلس الحكومي وحسب البلاغ ديال وزارة الداخلية أكد فيه أنها تكون خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء المواطنين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعني بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة، فتح مجال للمزارعين الانخراط في التعاونيات الفلاحية مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير. اذا المتابعين الاوفياء، شنو رايكم في هذا القرار ديال الحكومه بخصوص تقنين وانتاج القنب الهندي؟ واش نتوما مع هذا القرار ولا ضد هذا القرار؟ اذا كنتو مع هذا القرار قولوا لنا علاش نتوما مع هذا القرار، وشكون المستفيد الاكبر من هذا القرار؟ اذا كنتو ضد هذا القرار ما كرهناش تعطينا الراي ديالك، وعلاش انك ضد هذا القرار؟
الكل كيعرف بان كاين مجموعه ديال المناطق في الشمال ولا في الريف كيعملوا او كيزرعوا القنب الهندي، وكاين مناطق بحال منطقه نواحي بن عروس، منطقه كتامه تابعه لباب برد، منطقه وزان، وكاين الريف ناظور الحسيمه. كاين مجموعه المناطق اللي كيزرعوا فيها هذا القنب الهندي. إذا كما قلنا متابعين الأنفياء، شنو رأيكم في قرار ديال الحكومة بخصوص تقنين إنتاج وتصدير القنب الهندي؟ واش نتوما مع هذا القرار أو كونترا لهذا القرار؟ واش نتوما مع هذا القرار اللي خلات الحكومة؟ شنو رأيكم في هذا القرار؟ أكيد شنو رأيكم متابعين الأنفياء في هذا القرار؟ يقول القرار غير صالح للفلاح لأن الحكومة التي سوف تستفيد. قال لك في هذا وشوفي نحن خويا راه المنطقة ديالنا، يعني كتر المنطقة ديالهم اللي كتولد فيها كسامة هي اللي كانت معيشة الاقتصاد ديال المغرب. شكرا سعيد سعدية، شكرا للحكومة توفقونا. الحمد لله. إذا كما قلنا متابعينا الأوفياء، شنو رأيكم في قرار الحكومة بخصوص تقنين وإنتاج وتصدير القنب الهندي؟ شنو رأيكم في هذا القرار ديال الحكومة اللي عنت اليوم على تقنين القنب الهندي؟ كذلك أن الفلاح قبل ما يزرعوا خصهم يكونوا منخرطين تعاونية فلاحية خي محمد. ما هي الأبعاد الاقتصادية بعد التقنين؟ الأخ محمد سولنا شنو هي الأبعاد الاقتصادية بعد التقنين. قبل الاله ما كرهناش يكون شي بديل، ان شاء الله نطلب من الله ان يكون بديل لهاد الناس هادو، وتكون هاد البادله بديله خير عليهم ان شاء الله، باش هما يتحسن الوضعيه ديالهم، لان للاسف الشديد الناس راه كتعاني، والكل كيعرف ان المعاناه ديال هاد الفلاح هادو اللي كانوا كيمشيو انهم يزرعوا في الاراضي ديالهم العراقيل اللي كانوا كيواجهوها. عندنا تحية لجميع المشاهدين والمتتبعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش مع البطيوي. شنو رأيكم في قرار الحكومة بخصوص تقنين إنتاج وتصدير القنب الهندي؟ واش نتوما مع القرار ديال الحكومة أو لا ضد هذا القرار؟ إذا كنتي مع القرار ديال الحكومة قلنا علاش انت مع القرار، ولكن انت كذلك ضد هذا القرار قلنا علاش انك ضد هذا القرار. الاخ كيقول خويا غير كتما ما بقاش يتصدر القنب الهندي جيد مع الاقتصاد ديال البلاد. اكيد ان عن قبل واحد تحياتي لك ومرحبا بك. خي سعيد نبقاو نكتبوا على ريوسنا المخدرات هي اللي هزه كرش الحرام الكبار. وتحياتي. اذا كنحيي جميع المشاهدين والمتتبعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش. اذا المباشره متابعين الاوفياء من مدينة العرائش، شنو رأيكم في قرار الحكومة بخصوص تقنين إنتاج وتصدير القنب الهندي؟ هذا قرار الحكومة قرار جيد، يجب تقنين زراعة القنب الهندي وجعله يستعمل الأغراض كالأغراض الاستشفائية والصناعية.
هذا قرار ديال الأخت اللي كنحترموها وكنحترموا أي واحد القرار ديالو، سواء كان قرار إيجابي أو قرار سلبي أو قرار سلبي أكيد متبين أو فيه. إذا إلى هنا كنوصلوا لنهاية هذه الحلقة، فيها بس تعطيونا اقتراحات ديالكم متبين الأوفياء حول القرار ديال الحكومة بخصوص تقنين وإنتاج قنب الهندي. الأكادي ما بقى فيه والو خويا، هي كطيح في الزريعة ديالها ب70 درهم مازال موجود. قبل واحد قرار جيد. إذا شكرا جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه، وتحياتي لجميع.